صباح النور البنات، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. او فيديو جديد في نهار جديد على قناتي وقناتكم كويزين ام نضال. الفيديو ديالنا اليوم غادي يكون فيديو ديال النهار كامل، غادي نشوفوا فيه بزاف ديال الحاجات، فغادي نشارك معكم التحضيرات الضياف اللي غايجيو عندي، غادي نوجد الغداء الكوتي وحتى التحضيرات اللي يعني ديال يومين من بعد، باش هكذا كنعطيو وقت لضيافنا ونقدر نجلسوا معاهم ونقدروا نخرجوا، يعني ما نضيعوش الوقت اولا الوقت كله في الكوزينه. انا اول شيء كما كتشوفوا الكوزينه كان يعني خصها تكون صابحه نقيه ومجموعه باش كتساعدنا لا نفسيا وحتى يعني عمليا اننا ندخلوا ونبداو الشغل ديالنا. فكما شفتوا يعني فقت بكري 6 ديال الصباح باش هكذا نهاري يعني يجيني نهار طويل اللي نقدر ندير فيه بزاف د الحوايج. فهكذا الا بغيتوا نهاركم يعني تستغلوا وديروا فيه بزاف الحاجات ففيقوا بكري. صراحه هادو جوج ديال الحوايج يعني يساعدوكم هكذا الا بغيتو تبداو نهاركم، سورتو هكذا عندكم ضياف ولا يعني الكوزينه، حاولوا انكم تجمعوها في الليل تكون مجموعه حتى الدار حتى هي علاش لا. وحاجه ثانيه الفياق بكري، فالفياق بكري كيخلي لكم النهار ديروا فيه بزاف ديال الحاجات. فعلى بركه الله غادي نبدا باول شيء، غادي نحضر مسمنات، مسمنات اللي غادي يفطروا بهم نفطروا بهم، وغادي نخلي منهم هكذا يعني الفطور ملي يكونوا هكا ديال تالي. فهكذا كتكون يعني عندك حويجات في المجمد او في الكونجيلاتور اللي كتجبدها وكتسخنها، يعني ما كتضيعش الوقت كل نهار خصك تنوض طيب. فكما قلت لكم هادو حويجات اللي غنشارك معكم. فبالنسبه للمسمنات فانا ما عنديش دقيق الفينو، هاد الدقيق الكامل ديال القمح، فغادي ناخذو وغادي نغربلو وغادي ناخذ منه الفينو. بالنسبه لهاد الدقيق الكامل ديال القمح فهاد لا مارك كان خديتها اول مره يعني غنستعملها، وصراحه زوينه بزاف. فكنخلط هاد دقيق القمح مع دقيق الشعير اللي غنوريكم دابا، ف حتى هو نفس لا مارك، وكنديرهم غير بزوج بهم، وصراحه كيجي الخبز ديالهم زوين بزاف. غادي نشارك معكم حتى في هذا الفيديو لان غنوجد خبيزات يعني غير بجوج ما كنزيد معهم حتى شي حاجه، وفعلا كيجي الخبز رائع جدا. فكما قلت لكم غناخذ هاد دقيق القمح الكامل وغادي نغربلو باش نحصل على الفينو، لانه هذا كومبلي يعني فيه النخ كما كتشوفوا هنا، فكتهزل ليا النخاله وكيبقى الفينو او الدقيق الاصفر. النخاله غادي نخليها هكا نستعملها مع الخبز اولا نقرص بها. صافي دونك هنا الفينو ديالي هو وجدتو، غادي نزيد عليه الفورص. فإلا درت غندير نفس الكميه، إلا درت جوج كيسان ديال الفينو غندير جوج كيسان ديال الفورص، وغادي نعجنهم مزيان. فممكن نزيد واحد الطريقه ديال الخميره، يعني ما تكثروش الخميره ديال الخبز لانه الا كثرتو غادي تنفخ ليكم وغيجي غليظ. انا هنا ما درتهاش، وكنضيفو الملح، ممكن تضيفو حتى شويه ديال السكر. كنعجنوا العجينه ديالنا بالماء دافي، كندلكوها مزيان وكنخليوها كترتاح. وهنا كما كتشوفوا لاسوس الثانيه اللي غتساعدكم يعني وانتم كتوجدوا هكا كما قلت لكم في شي مناسبه ولا ضياف، يعني اي حاجه حطيتوها غسلوها في البلاصه خليوها تسقطر شويه ونشفوها ورجعوها بلاصتها باش ما كيعمرش لكم يعني البوطاجي ديالكم بالماء بزاف. وغادي ندوز دابا غادي نحضر زعلوك، فغادي نجبد الخضره ديال زعلوك وغادي نحضر مقبل ديال الشوفلور. فبالنسبه للوصفات بجوج عندي في القناه، غادي نخلي لكم غير الروابط ديالهم في صندوق الوصف باش من هكذا ما نجيناش الفيديو طويل بزاف. بالنسبه لهاد المقبلات فمن التحضيرات المسبقه يعني اليومين اللي من بعد، فلانه النهار ديال الجمعه كما شفتوا غادي نحضر فيه كسكسو. وهنا من بعد ما خليت العجينه ارتاحت مزيان فغادي نوجد الخلطه اللي غادي نورق بها المسمنات. فكما شفتوا عندي هنا الزبده مذوبه اللي كنضيف ليها شويه ديال الزيت، كنضيف شويه ديال الخميره ديال الحلوه، وكنضيف شويه ديال دقيق الفينو. هنا انا ما كما قلت لكم ما عنديش دقيق خصني نغربلو، قلت غادي نضيف شويه ديال السميده رقيقه وكنخلط مزيان هذا الخليط. ما تكثروش يعني السميده غير شويه باش كما قلت لكم غنورقوا بها اولا غنورقوا بهذا الخليط المسمنات ديالنا.
وصافي كنبدا نشكل الكويرات من العجين، حتى كنكمل العجين كله. كنبدا باول كويره كنبسطها مزيان، يعني الطريقه العاديه ديال المسمن كنبسطها رقيقه، يعني حتى كتبدا تبان لي الطويله اللي من تحت. وكندهن بالخلطه اللي حضرنا وكنطوي على 4 وكنحطها على جنب، كنبقى مستمره يعني حتى كنكمل الكويرات ديالنا كاملين. وفي هذا الوقت كنكون حطيت المقله كتسخن، يعني كتسخن مزيان، وكنرشها بالزيت صافي. وكنبدا نبسط في التيمنه ديالي وكنحطو مباشره. فاش كنحطو هكا كنبغيت نترشو شويه ديال الزيت، وكتقلبوه مباشره وكتبقاو يعني كتقلبوه من جهه لجهه، وانتم كتحركوا في التيمنه ديالكم يعني حتى كطيب. وكما كتشوفوا هنا التيمنه ديالنا كتنفخ، يعني هنا كتبين لكم انها كتجي خفيفه من الوسط وكتجي خاويه، ماشي كيجي مدقص. فكيجي صراحه هاد الطريقه الا تبعتوها كتجي رائعه، المسمن ديالها كيجي رائع جدا. كنبقاو هكذا مستمرين كنقلبوها وكنحركوها حتى كتحمر. نوريكم كي كتجي من الداخل، باقا سخونه باقا في المقله، كتجي خفيفه كما كتشوفوا، كتجي مورقه يعني كيجيش العجينه فيها غليظه من الداخل كما كتشوفوا. وهكذا كنبقى مستمره حتى كنكمل هاد المسمنات كاملين. هنا في نفس الوقت فكان نوضع العجينه ديال الخبز كتعجن، فاللي شاركت معكم قبيله يعني دقيق الشعير مع دقيق القمح، يعني ما كنزيد عليهم حتى شي حاجه، كنزيد عليهم فقط الخميره ديال الخبز، كنضيف عليهم الملح. فهنا درت تقريبا واحد 600 غرام بين دقيق الشعير ودقيق القمح، يعني 300 ديال من كل واحد فيهم. كنزيد واحد المعلقه صغيره يعني عامره مزيان ديال الخميره، وكنضيف الملح، وكنعجن العجينه ديالي بالمدافي، كنتتلك مزيان وكنخليها حتى هي كترتاح. فهكذا كنستغلوا يعني الوقت اللي حنا كنطيبوا فيه المسمن، كنحضروا فيه الخبز. وهنا هذه 7:30، فكما شفتوا يعني شحال من حاجه درناها في هاد الساعه ونص. هنا غادي نفيق وليداتي باش يمشيو للمدرسه، وغادي نوجد لهم الفطور ديالهم. هنا راه كملوا العام ديالهم، قراو في المغرب وجاو هنا كملوا العام ديالهم، يعني هاد الشهر الاخر، لانه هنا في فرنسا ما تيساليو حتى شهر 7، يعني حتى كت ديك السيمانه الاولى ديال شهر 7 عاد كيساليو. دونك فاش جاو لهنا فكملوا يعني كملوا هكا الشهر ديالهم اللي كان بقى. بسم الله بسم الله. وهنا العجينه ديالنا ديال الخبز خمرات، الوليدات مشاو مع باباهم المدرسه، فغادي نبدا نقرص في الخبز. فغادي نقرصو بالزنجلان، يعني غادي ندير في الوجه ديال الزنجلان، وغادي ندير يعني شي وحدين غنديرهم داك التخليطه اولا دوك الزرارع اللي كيكونوا مخلطين. طبعا غادي الطريقه باش كيما بغيتو تكرسوا الخبز ديالكم صغيورين كبار، فيعني ليسونسييل هو ان العجينه ديالكم كتكون معجونه ومدلوكه مزيان. انا كناخذ هكا واحد الاناء اللي كندير فيه شويه ديال الطحين، وكندير الزنجلان مثلا كما كتشوفوا اللي غادي نكرس به صافي. وكنقطع كويرات من العجين. انا هنا العجينه ديال الخبز فكنحاول انني نخففها، يعني تكون مدلوكه مزيان وفي نفس الوقت خفيفه، يعني ماشي ثقيله، باش هكذا كيجي الخبز ديالنا مفشفش وكيجي خفيف ما كيجيش مدقص. كنشكل كويرات اللي كنقلبهم في هذا الخليط اللي درت ديال الزنجلان، يعني وجههم تيكون على الخليط ديال الزنجلان باش هكذا كيلصق فيهم. وصافي من بعد كنهزهم كنحطهم في الانيه وكنبسطهم وكنخليهم يخمروا مره اخرى، وكندخلهم كيطيبوا في الفران. نفس الطريقه بالنسبه للزرع، حتى هي غادي نحطها في الاناء او في الانيه، وغادي نحط عليها الكويرات باش هكذا كيلصق فيهم دوك الزرار، وكنقرصوهم.
هنا غادي نوجد هاد الخبيزات هكا كمية اللي غادي حتى هي غنحتفظ بها في المجمل، باش وقت ما بغينا الخبز كنجبدو كنخرجو كنخليو كي يعني كيطلق او كيدوب وكنسخنو، وهالخبز عندنا يعني واجد. فهادو تحضيرات اللي كيعاونوكم وكيساعدوكم بزاف. وهنا الخبز ديالنا كيخمر وغادي ندوز باش نوجد في الطريف. فانا خديت المقيله اللي غادي ندير فيها زيت الزيتون باش نطيب هكا البيض، فكندير بيضه كامله وغادي ندير بيض ديال البيضه. ف يعني باقا متبع شويه الريجيم واخا متبع غير في الصباح الفطور، المهم ماشي متبع 100%، ولكن كنرد البال، يعني كنرد البال مع الاشياء اللي كناكل، كنعرف راسي اش كناكل في النهار، وكنحاول انني من ناخذش السكريات بزاف، ما ناخذش المعجنات بزاف. مهم لانه عندي في الفطور يعني في الريجيم ديالي عندي بيضه كامله وبيض بيضه والفرماج. فهنا كنقطع هكا القطع، فتعمدت انني نشارك معكم هنايا باش بالنسبه اللي بزاف منكم كيطلبوا الريجيم اللي كنت متبعه. فكان عندي في الصباح بيضه كامله مع بيض بيضه، كان عندي 30 غرام ديال الفرماج، وكان عندي 60 غرام ديال الخبز، خبز كومبلي يعني كامل، وكاس ديال اتاي او القهوه بلا سكر. وانا هنا غادي نزيد واحد القطعه ديال المسمن، يعني ما يمكنش طيبته الصباح وما ندقش منه. خديت واحد الطريف اللي غادي ندير معاه هاد البات ديال الكاوكاو. صراحه كتجي رائعه جدا، اللي بغيت نشارك معكم يعني جوج مكونات حضروا يعني هاد لاباط وتبقاو دهنوا بها الخبز في الفطور في الكوتي، فكتجي لذيذه بزاف وسهله في التحضير. بالنسبه للفرماج فهو هذا لي مونطال، او لا ممكن ديروا الجبن الابيض، او لا ممكن ديروا جبن ديال او الفرماج ديال الماعز. هادو يعني الانواع ديال الفرماج اللي مسموح بها في الريجيم. وهنا سخنت الخبيزه، وطبعا كويس ديال اتاي لي بلا سكر. بصراحه في الاول كيجي شويه صعيب انكم هكا تاخذوا بلا سكر، ولكن بعد راه كتولفوا. انا من يعني نهار ديت الريجيم لحد الان ما عمري ما خديت اتاي بالسكر، بالعكس ولا كيجيني ملي كناخذو بالسكر ما كنقدرش نشربو، كيجيني حلو بزاف. نفس الشيء بالنسبه للقهوه، حتى هي خصكم تاخذوها بلا سكر. وهنا كناخذ وقتي في الفطور كنرتاح، يعني نشوف التليفون شويه، يعني كناخذ هكا وقتي لانه كيكون الجو زوين في الصباح، يعني داك الهواء ديال الصباح هكا يعني، وسورتو انني كتكون بوحدك في الدار، يعني كتاخذ وقتك وكترتاح. هنايا كما كتشوفوا الخبيزات ديالنا صافي طابو وجدوا، هادو اللي بزنجلان وهادو اللي بزرارة، غادي نخليهم يبردوا مزيان وغادي نجمعهم في دي ساشي وغنديرهم في المجمد. نفس الشيء بالنسبه للمسمن، بعد ما برد مزيان حتى هو غنجمعو في دي ساشي، يعني كل ساشي غندير فيها الكميه مثلا اللي غادي نجبد وغادي ندخلو للمجمد. وهنا زالوك اللي حضرت مع الشفلور يعني مشرمل، حتى هما وجدوا، غنخليهم حتى هما يبردوا وغادي نديرهم في بواطات وندخلهم للمجمد. فهنا كما كتشوفوا يعني مازال ما وصلش 9 ديال الصباح، وهادشي كلشي يعني شحال من حاجه درناها، يعني كما قلت لكم الفياق بكري فراه كينفع بزاف 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 في النهار ديالكم، انكم تستغلوه وديروا فيه بزاف ديال الحاجات. هنا غادي ندير شويه واحد التدويزه للدار ديال نلمع شويه ونجففها باش حتى هي كتكون نقيه، يعني ميناج خفيف. وغادي نكمل الميناج ديال الدار، وغادي نعطرها، غادي ندير شويه ديال العود ديال الند اللي غنديرو في الحمامات، والعود العادي يعني العود مع شويه ديال البخور غادي نبخر بهم او غنديرهم في وسط الدار. وهكذا يعني الدار كتنقى وفي نفس الوقت حتى الريحه. وانا هادي عاده سبحان الله، يعني الجمعه كيعجبني ندير هاد البخور شويه في الدار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الذي نزل. وهنا رجعت للكوزينه باش غادي نحضر كسكسو، يعني غادي نردو كيطيب، انه ما غادي نتغداو يعني حتى العشيه، ضيافي ما غيوصلوش بكري، يعني حتى الخمسة ستة العشيه والوقت اللي غادي يخرجني تراجي من الخدمه. فهنا غنوجد كسكسو، فكسكسو انا ديجا تشاركتو معكم، غادي نخلي لكم الرابط ديال طريقه التحضير ديالو في صندوق الوصف. هنا فقط غادي نوجد معاه شويه ديال التفايا اللي غنطيبها بوحدها. فهنا كنقطع البصله هكا شرائح، وكنضيف التوابل شويه ديال الخرقوم الملح البزار، وغادي نهز من المرق ديال الكسكسو وكنضيفو لهاد البصله، كندير واحد العويد ديال القرفه وكندير هكا طيب مزيان. وهذه الخلطه اللي كنزيد الكسكسو باش كيجي بنين وكنتشاركها معكم في الفيديو. هنا من بعد ما طابت لينا البصله كنضيف الزبيب وكنضيف شويه ديال القرفه يعني مطحونه، وكنضيف العسل اولا السكر ليكم الاختيار، وكنخلي التفايه ديالي كتعسل. وهنا كنكون يعني وجدت كسكسو فورتو، بقات لي التفويره الاخرى والمرق طاب، كلشي كنطفي عليه. هنا في نفس الوقت وانا كنحضر كسكسو وجدت هذا الكيك، كيك رائع، كيك مويلو كيجي رائع رائع جدا وسهل التحضير. غادي نزينو دابا، هنا غادي نخلي لكم يعني غادي ندير فيديو ديال هذا الكيك بوحدو، فغادي ننزلو لكم يعني في هذه الايام، لانه باش يبقى يعني الفيديو ديالو اولا الوصفه تبقى باينه او معزوله بوحدها، لانه فعلا كيستحق التجربه، كيجي رائع جدا ولذيذ. هنا فقط وصلت للمرحله ديال التزيين، وغادي نرجع نتفكر راسي دابا. فهنا ساليت كلشي، يعني الغداء ديالي طاب اللي هو كسكسو، الكوتي ديالي الكيكه وجدتها، غادي نوجد يعني شي حويجات حتى هما في الكوتي غادي نشاركهم معكم من بعد. هنا غادي نوجد لراسي هكا شويه ديال لي فروي، وغادي نوجد كاس ديال القهوه، وغادي نجلس نرتاح شويه. يوصل الوقت باش نمشي نجيب وليداتي من المدرسه. وهنا من بعد ما جاو وليداتي وكلاو شي حاجه، فغادي نوجد هكذا غير باش نقدم هكا حليوات عندي في الدار وحويجات اللي غادي نقدمهم حتى هما في الكوتي هكا من بعد، يعني من بعد من الغداء، لانه اصلا مغديين معطلين، فكما قلت لكم ما نتغداو حتى 6 العشيه ف اولا 6 ونص. فهادو يعني غير حويجات من بعد ما نتغداو نعمروا اتاي وغنجلسوا، يعني باش ما نجلسوش هكذاك خاويين دونك نحطوا شي حاجه في الطبيله ديالنا. هادو حليوات اللي جبتهم معايا من المغرب، كنت ديجا تشاكس معكم في انستغرام، يعني فين عندما حضرتهم وعطيتكم التليفون ديال السيده، خليت لكم التليفون ديال السيده. وهادو يعني هاد الطبيقات اللي كتشوفوا اللي كنحضر فيهم اولا كنوجد فيهم هاد الحليوات، كنت ديجا تشاكس معكم في فيديو عندما خديتهم وخليت لكم التليفون ويعني السيده اللي غتواصلوا معها بلاتو بلدي. فهادي هي اسم ديال الصفحه ديالها على انستغرام، عندها صراحه عندها حويجات زوينين بزاف والخدمه متقونه. هنا هاد الحليوه تصرم بغاوش يتقادو حطيتهم بجميع الاشكال وبجميع الطرق، ما بغاوش يتقادو، المهم بغا نبقى معاهم حتى نقادو هاد الطبيق ديال الحلوه.
وهنا غادي نحط السلو حتى هو اللي جبته معايا. فهنا باش ما نحطوش مباشره في هذاك يعني في التطبيق يتكرفص، فخديت هذه ديال يعني دي كاسات ديال الطارتوليت اللي حليت لها دوك الجنيبات ماشي يعني جات على قياسه، وصافي غادي هي اللي غنحط فيها سلو. وطبعا كما كتشوفوا درت هكا ورق ديال المطبخ من التحت باش ما يتكرفصوش لينا، انه هكا مغلفين بالثوب. وغادي نحط سلو انه ضيافي حتى هما مغربين، فيعني اكيد غادي يكونوا مشاهيين هذا الشيء التقليدي ديال المغرب ديالنا. داكشي باش كان نهار ديال الجمعه وتعمدت انني ندير كسكسو، تعمدت انني نوجد هكا خبيز ديال الدار، كلشي ديال الدار مسمنات باش حتى هما يعني ياكلوا هادشي ديالنا ديال الدار ديال المغرب. وهادو حتى هما غادي نحطوهم، هادو حليوات هادو شريتهم، هما يعني صنع ايطالي، كنت كناخدهم شي مرات حتى في المغرب كيجيبوهم في المحلات اللي كيبيعوا داكشي ديال السلعه ديال برا كيجيبوهم. صراحه انا ما كيجوني حلوين بزاف، راجلي اللي كيعجبوه هكذا الا خديتهم مع قهوه مسوسه يجيو مزيانين، انه كيجوني حلوين بزاف. يعني كتكون عندكم هاد الحويجات هكا كتعمروا حتى الطبيله ديالكم كتجي متنوعه وعامره. وهذا غادي نوجد فيه حتى هو هكا الفاكهه اولا الفواكه الجافه. فانا دائما هاد الطبيقات كنفرش فيهم الورق، لانه كما قلت لكم غير الثوب باش مغلفين باش ما يتكرفسوش لينا، لانه ما يمكنش لينا نغسلوهم. بالنسبه هنا التقديم ممكن تقدموا كيف ما بغيتوا على حسب الاشياء اللي عندكم. انا عندي هنا اللوز قرقاع وكاوكاو مالح. وهنا وليداتي من اللي جاو من المدرسه وهم مقابلين الصرجم كيتسناو يشوفوا خالهم وخالتهم، لان هما اللي غيجيو عندنا. حطيت هكا القصريه ديال الكسكسو، حطيت معاها اللبن اللي طبعا كنت شريته من قبل، وحطيت التفايه يعني بوحدها يعني حطيتها اللي بغا كياخد منها المرق، وحتى الخضره هكا كنحطها باش ما تجيش القصريه عامره بزاف بالخضره، فكنحطها هكا في طبق اللي بغا يهز منها. فهكذا يعني كانت اللمه رائعه رائعه جدا. ومن بعد فحضرنا الكويز ديال اتاي وحطينا معاه الاشياء اللي تركت معكم وجلسنا هكا مجمعين. صافي من بعد كنا خرجنا، لانه كان هذا النهار ديال 21 جوان او 21 يونيو كان هو عيد او اليوم ديال الموسيقى. وكانت يعني هنا في المدينه اللي انا ساكنه فيها كانوا دايرين هكا واحد الحفله ديال الموسيقى، فمشينا دوزنا فيها وقيت زوين ورجعنا بحالنا. وهنا كيتسالى النهار ديالي واللي تشاركت معكم فيه يعني التحضيرات ديال النهار كامل، توجد شفتوا معايا كل شيء كيفاش وجدت كيفاش حضرت، وطبعا يعني هكذا كيفاش استغليت الوقت. يعني ما كنا نعياش، لانه كان هكا كناخذ وقت في وسط النهار هكا كان مره كنرتاح، وفي نفس الوقت يعني كنوجد كل شيء على خاطري. وهذا الشيء يعني كما قلت لكم فياق بكري وهو السر ديالو، ويعني والتنظيم في التوجد ديالكم. وكيتسالى الفيديو ديالنا هنا، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.